زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن نشاط الغدة الدرقية، دلوقتي جاء الدور يتكلم عن خمول الغدة الدرقية. اول سبب واهم سبب هو سبب مناعي، ان الجسم بيطلع اقسام مضادة بتهاجم الغدة تخلي الغدة مش قادرة تقوم بالوظيفة بتاعتها. او اسباب تانية بسبب بعض الادوية اللي بنديها بتاعت النشاط اللي خلت الغدة هي في الاساس نشطة هتنهارهم عشان تخمد الغدة، هي خلتها طبيعية، بدأت جرعات تزيد اكتر، فبعد كده حولتها ان هي خملانة، فبقى الشخص ده عنده خمول للغدة ثانوي بسبب الادوية اللي هو بياخدها. او الناس اللي احنا شلنا لهم الغدة دي بتبقى حاجة ثانوية، الغدة مبقتش موجودة خلاص، او الناس اللي اخدت يود مشاع او اللي اخدت اشعاع بالذات في منطقة الرقبة، او بعض الادوية اللي احنا بنكتبها على رأسها بعض ادوية القلب وبعض الادوية بتاعت الامراض النفسية، دي كلها ممكن تكون سبب من اسباب خمول الغدة الدرقية. طب هي ايه الاعراض؟ هتلاقي الشخص طول الوقت همدان وتعبان وموجوده قليل ومش قادر يقوم بالوظائف بتاعته، عنده امساك مزمن، عنده تورم في الجسم، ده الوزن بتاعه ابتدى يزيد، طول الوقت سعان، يبتدي يعني في عز الحر اللي احنا فيه يقعد يستغطى ويلبس تقيل وهو حاسس ان هو حران، تساقط شعر، لخبطه في الدوره الشهريه، دي كلها اعراض من اعراض خمول الغده الدرقيه. طب نعمل ايه لو انا عندي الاعراض دي؟ برضه هروح للدكتور بتاعنا اللي هيوصف لي التحليل المناسب عشان خاطر نتاكد هي الغده بتاعتي بتشتغل بشكل كويس ولا خملانه. في الحال ان طرق العلاج بتاعتنا هنا هو غالبا بيكون عباره عن علاج تعويضي. تعويضي يعني ايه؟ يعني مش علاج نهائي، ده بيعوض الخمول الناتج من الغده الدرقيه. الغده المفروض تفرز كميه معينه من الهرمون، فانا بعوضها من بره عشان خاطر اخلي الجسم ياخد احتياجاته اليوميه من الهرمون بتاع الغده الدرقيه. هرمون الغده الدرقيه او العلاجات الموجوده المتاحه الموجوده في السوق ادويه حجمها صغير ما فيش منها اي مشاكل خالص، لكن ليها بعض التعليمات المهمه جدا، وده لو انت ما عملتهاش كانك ما بتاخدش دواء. الحاجه الاولانيه لازم تاخدها قبل الفطار بساعه كامله على الاقل، لو انت خدتها وكلت او لو انت خلتها بعد الاكل كده كانك ما خدتش حاجه. لازم تقعد 4 ساعات كامله ما تاخدش لا منتجات البان ولا خضار من وقت ما تاخد الحبايه. لو انت اخدت الحبايه واكلت بعدها الحاجات دي ده بيخلي الامتصاص بيقل بشكل كبير جدا، فأي وقت كلت حاجة فيها أو أخدت أدوية فيها حديد أو كالسيوم أو أدوية من حاجات المعدة برضو لازم نبعد 4 ساعات عن دواء الغدة عشان ده برضو بيعكل الامتصاص بتاعها. أفضل وقت ليها هو من تقريبا وقت الفجر، يفضل ما يعديش 9 الصبح. ما ينفعش اللي أنا أقول ده أنا بفطر الظهر أو بفطر العصر فأخدها قبل الفطار بساعة، لا ده مش أفضل وقت خالص. ناخد بالنا في أثناء الصيام قدامنا حاجة من 3، إن أخدها المغرب قبل الفطار بساعة، يعني المغرب تأذن أخد الحباية وأقعد ساعة كاملة من غير أكل، يا اما اخدها قبل الفجر ويبقى السحور بتاعي بدري، ياخدها تقريبا على الساعه 11 او 12 بالليل، بس اخد بالي من ساعتين قبلها وساعتين بعدها ما باكلش اي حاجه عشان خاطر الحاجات دي كلها ممكن تعيق الامتصاص. بعد كده بنتابع الغده بتاعتنا بشكل دوري تقريبا كل 6 اسابيع، بالذات في الاول لما تكون متلخبطه لازم اعيد التحليل عشان اطمن يا ترى العلاج اللي انا باخده التعويضي ده كفايه ولا الجرعه محتاجه تزيد او تقل بناء على التحليل بتاعتي. لو انت عندك اي اعراض موضوعيه في رقبتك زي وجع في الرقبه او صعوبه في البلع او صعوبه في النفس او صعوبه في الكلام، لو عندك اي حاجه من الاعراض دي ده بيقول احتماليه ان ممكن يكون الحجم بتاع الغده كبير شويه، محتاجين نعمل اشعه الغده عشان خاطر نطمن هو الحجم طبيعي ولا لا قدر الله في مشكله. ناس فاكره ان طالما عندي مشكله في الغده ان انا هروح لجراح اشيل الغده واخلص من الغده خالص، في الحال الكلام ده مش مظبوط. ناس فاكره ان عندهم خمول في الغده في اكلات معينه المفروض ما ياخدهاش، في الحال الكلام ده مش مظبوط. نقدر ناكل اي اكل احنا عايزينه، مفيش تعارض مع الغده، الحاجه الوحيده اللي فيها تعارض لازم 4 ساعات كامله ما بين الدواء بتاع الغده اللي انا باخده اللي هو العلاج التعويضي بتاع الخمول، وما ناكلش اي حاجه فيها منتجات ولا منتجات البان ولا خضار لمده 4 ساعات من اول ما اخد الحبايه. الحاجات دي كلها هنعملها، هنتابع تحليل الغده، نتاكد ان الهرمون بتاعي العلاج اللي انا باخده بخلي الهرمون بتاعي بشكل طبيعي، يعني باخد الجرعه التعويضيه بتاعتي بشكل منتظم، ساعتها مش هيحصل اي مشاكل، ساعتها هقدر اعيش حياتي بشكل طبيعي. الفرق الوحيد ان انا باخد علاج تعويضي عشان يحسن وظائف الجسم.